أهلا أهلا أبا مسلم، أهلا أهلا. خيرا فعلت بقدومك، تفضل تفضل. عذرا يا سيدي، لا أحد يدخل على الخليفة وهو يحمل سيفا. السلام على أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يخبرك قائد الحرس بأن تلقي عنك السلاح قبل الدخول؟ لقد أخذ سيفي يا مولاي. اخلع عنك بقية السلاح يا أبا مسلم، أنت في حضرة أبو جعفر. سمعت أنك غنمت سيفا ذهبيا مرصعا من عمي عبد الله في الشام. مبارك هذا السيف يا أبا مسلم، اجلس. لماذا كتبت إلى عيسى بن موسى للخروج عليه؟ ماذا تقدمت علي في موكب الحج وأنا ولي العهد؟ ولماذا تقدم اسمك على اسمي في المراسلات وأنا خليفة؟ ولماذا تناديني باسمي ولا تكنيني؟ وكيف تدعي لنفسك أنك من نسل عباسي صرف وتتجرأ علينا؟ ولماذا تأخرت علي في البيعة عندما قدمت لتعزيتي بوفاة أخي؟ عزيتني لكنك لم تبارك لي بالخلافة. سليمان بن كثير، لماذا قتلته وأنت تعلم بأنه أحد أهم نقبائنا؟ وقد سبق أن حذرتك من قتله. قد أمرني أمير المؤمنين أن أقتل كل من أشك فيه. ألا تشك بنواياك يا أبا مسلم؟ ألا تشك بنواياك؟ لماذا دفعتهم لنقض عهدي مع ابني هبيرة؟ لماذا؟ ولماذا قررت الرحيل فجأة إلى خراسان ودون علمنا بل دون إذننا؟ وما كانت غايتك؟ عنك هذا يا مولاي، أما عهدت نفسي أخاف أحدا بعد الله، وليس يقال لي هذا بعد بلائي وما فعلت. إنما فعلت ما فعلت وعملت ما عملت في دولتنا وفي ريحنا. ولو كان الأمر لك لما قطعت فتيله. رحم الله أخي إبراهيم، والله لو أنه أرسل بدلا عنك
مهمة سوداء إلى خراسان لفعلت مثل ما فعلت وأكثر. إلى ما هو نسبنا؟ من أقام الدولة يا ابن الخبيثة؟ قتلني الله إلا ما أقتلك. كيف ناهيك؟ ألا تدخرني لأعدائك يا مولاي؟ قال ترى من هو ألد أعداء لي منك؟ قد ارتقيت مقاما صعبا يا أبا مسلم. مولى أبي موسى السراج بورك فيك. هل جننتم؟ لا يقوى على قتل أبي مسلم إلا الخالق تبارك وتعالى. لكن المنصور هو من قتله. المنصور؟ المنصور ما بك توقفت؟ أخشى أن يأمر بضرب عنقه. ماذا؟ لكنه منحك الأمان، وإلا سيكون في حل من بيعة المسلمين له كما ورد في كتاب ابن المقفع. كأمان ابن هبيرة وأمان أبي مسلم. يا عبد الله، أنت عمه،
وإذا نكث بوعده فلن يصلكما إلا فوق جثثنا الهامدة. تشجع يا عبد الله، فنحن جميعا في نفس المركب الذي أنت فيه. هيا يا عبد الله. السلام على مولاي أمير المؤمنين. السلام ورحمة الله وبركاته. قد جئناك ب... اغفرها لي هذه المرة. أخمت الدعوة والملة وقتلت جند الخراسانية دون ذنب. خذوه يا أمير. لا أريد أن أسمع شيئا. قد كاد أن يهدم البيت العباسي، بل هذا بعضه. خذوه بعفوان. قلوا جميعا دعوني معكم. ابقى انت يا اسحاق. مولاي. سنكتب في عزل ابيك يا اسحاق، وستحمل انت هذا الكتاب. لو بعثته مع غيري يا أمير المؤمنين. أنت عباسي حر يا إسحاق، والحر لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يسكت عن الغدر أينما كان، ولو غضب منه أقرب المقربين وأصدق الصادقين. كن حرا يا بني، كن حرا. لطف من أمير المؤمنين أن يقول ذلك. ألا ترغب بالزواج يا إسحاق؟ أنا يا أمير المؤمنين، أنا قد قررت أن أزوجك يا بني، وأن أجعلك صهرا لي. أما تقول؟ حقا يا مولاي، كم أنت كريم وعظيم يا مولاي. سأكون خادمك الأمين، والآن إذن لي يا مولاي لأزف البشارة إلى والدي. سليمان، سليمان، أرأيت؟ لقد كان عبد الله محقا، فقد غدر به أبو جعفر بعد أمانه. لا، لم يفعل، فقد أمنه على نفسه، ولكننا لم ننتبه في صك الأمان إلى حريته. سامحك الله يا ابن المقفع، سامحك الله.
اتفقت أسعى عليهم في ديارهم، والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا. مرعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها، تولى رعاياها الأسد. أبا مسلم، والله ما غير الله من نعمة على عبده حتى يغيرها العبد. الرحمة الرحمة يا أمير المؤمنين، الرحمة الرحمة. صح يا أبا مجرم، والله لو بعثت سنورا إلى خراسان لفعل ما فعلت. خذ. أبا مجرم، أفي دولة المنصور حاولت غدرها؟ ألا إن أهل الغدر آباءك الكرد. حسنا فعلت يا أبا دلامة. كذا يقتلني هذا الرجل من الطعام. مولاي، جمعت قادة الجند الخرساني وهم في انتظار. حسنا فعلت يا عيسى. هيا هيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أيها الجند، يا سيوف آل محمد، لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تسروا، فإنه لم يسر أحد بمنكرة قط إلا وظهرت بأثار يده أو فلتات لسانه. إن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا ثم نكث بنا فأحل دمه، ثم نكث بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا، ولم تمنحنا رعاية الحق من إقامة الحد عليه. عاش الإمام! عاش الإمام! عاش الإمام! عاش الإمام! عاش الإمام! عاش الإمام! اتقوا الله فينا وفي أنفسكم، فإنما أنا سلطان الله في أرضه، أعمل بتسديده وتوفيقه، وأنا خازنه على فيه، أقسمه بمشيئته، وأعطي بإذنه. منصورا بالحق! منصورا بالحق! منصورا بالحق! منصورا بالحق! منصورا بالحق! منصورا بالحق! ألم يجد الخليفة غيرك لكي يحمل كتاب عزلي؟ لا ضير في ذلك، فالرسول لا يغني من الأمر شيء. ولما استبقاك عنده إذن وقت رحيلنا؟ عرض علي مصاهرته، يريد أن يزوجني ابنته عالية. هذا ثمن جيد. ثمن؟ ثمن ماذا؟ ثمن خيانتك لأبيك وأعمامك. أنت من وشى بعمك إذن، أليس كذلك؟ لولا وشايتي كما تقول لكنت الآن محبوسا مع أعمامي تحت الأرض. أخرج عن وجهي، لا أريد أن أراك، أخرج. لماذا ضربتني يا أبي؟ لماذا؟
لأني أحبك. أراد عمي أن يأخذك معه إلى هلاكه، فحلت بينه وبين ذاك. لا يا أبي، لا أستحق منك كل هذا الغضب. لقد أوقع بك أبو جعفر في شباكه، لقد خدعك من حيث لا تحتسب. إنه يهدف إلى تمزيق العباسيين لكي يجعل الملك فيه وفي ولده. إنه لا يخشى على ملكه من أحد سوانا. إنه يعلم أننا نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الدعوة، ونحن أحق الناس بجني ثمارها. لذلك قتل منا من قتل، وزج بالسجن من زج، وزرع الفتنة بين الرجل وأبيه. إسحاق، اسمعني جيدا يا ولدي. لقد عرض عليك المصاهرة لأنه يريد أن يطويك تحت جناحه، يريد أن يبعدك عني. أنت تظلم الرجل يا أبي. نقل إليك عمي عم الخلافة، فصرت تتكلم مثله. ستعلم ذات يوم يا إسحاق أنني أخبر الناس في ابن أخي. طلبة أمير المؤمنين، أنت معن بن زائدة. هيا هيا سر معي إلى أمير المؤمنين فأقبض الجائزة التي جعلها ثمنا لمن يقبض عليك. وكم قيمة هذه الجائزة؟ 1000 دينار. 1000 دينار. مهلا يا أخ العرب، مهلا. قيمة هذا العقد تساوي أكثر بكثير من جائزة أمير المؤمنين. ما رأيك لو أهديتك إياه وتركتني في سبيلي، ولا تكن سببا بسفك دمي؟ هذا صحيح، فثمن هذا العقد يساوي أضعاف الجائزة، لكني لست أقبله حتى أسألك عن شيء، فإن صدقتني أطلقتك. اسأل ما تشاء. إن الناس وصفوك بالجود، فهل وهبت مالك كله؟ لا. فنصفه؟ أيضا لا. فالعشر؟ أجل، إن رزقي من المنصور 20 درهم كل شهر، وثمن هذا العقد 1000 دنانير، وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المعروف بين الناس. ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك، فلا تعجبك نفسك. على رزقك يا أخ العرب، والله لقد أحرجتني، ولسفك دمي أهون علي مما قلت ومما فعلت. أرجو أن تأخذ ما أهديتك إياه، فإنني لست بحاجة إليه. أردت أن تكذبني في مقالي؟ والله لا أخذته، ولا أخذت ثمنا لمعروف فعلته. لا يشغل بال أمير المؤمنين، ما زالت السنون تتوالى، وأنا لم أتمكن بعد من القبض على ثالثة الأثاث يا عزيزي.
لم أفهم يا مولاي. كان قدر التمرد على ملكنا يقوم على ثلاث: أبي مسلم وعمي عبد الله وأبناي علي. قد ظفرنا بأبي مسلم وبعمي عبد الله، ولم يبقى أمامي إلا أبناء علي حتى أفرغ لبناء هذه الدولة. أجل يا مولاي، لم يبقى أمامنا إلا أبناء المحض. وذاك يا عيسى، وذاك. واعلموا أن الظلم ظلام، فلا نستكين لظالم ولا نخنع لمستبد. السلام عليكم. وعليكم السلام. فليجلس كل في مكانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسوا فأنتم في الجامع. قد علمنا أنك تميل لإمامة الأمويين. نؤازر من يرفع الظلم عن الناس. قد أوقفناك عن الإفتاء منذ الساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا أخبركم قد تغيرت قبلتكم في الصلاة؟ وظللت منتظرا حتى انتصفت الشمس كبد السماء، فسألت حاجبة فقال ذهب إلى الخليفة. مولاي أمير المؤمنين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع يا عيسى. مولاي، أريدك أن تختار مجموعة من الرسل مما يتقنون اللغة الأعجمية، ترسلهم على رأس وفود إلى بلاد الصين والسند والهند والروم أيضا، تحملهم رسالة على لساني نطلب فيها الأمانة لتجارنا وللتجارة بشكل عام، فتكتب المواثيق لتجارهم ويكتبونهم الأمانة لتجارنا. وانظر كيف تحملهم في البحر دون القراصنة. سأفعل يا مولاي. وأنت يا أبا أيوب. مولاي، أريدك أن تجمع لي البنائين والرسامين والخطاطين من جميع أنحاء البلاد. سنفعل إن شاء الله. وأنت يا ربيع. مولاي، القائد جهور بن مرار العجلي. نعم يا مولاي. أريده في مجلسي بعيد الشروق. أمر مولاي، ولكن... ولكن ماذا؟ غدا موعد زيارة إبريز، شقيق المصمغان، ملك دبن الوند وولي عهده. لا بأس، فلقائي مع ابن مرار لا يطول. هل سترسله إلى خراسان؟ إلى خراسان؟ لماذا؟ أخبرتك في الصباح يا مولاي عن ذلك المجوسي الذي خرج في خراسان. ذلك المجوسي يا عيسى دون اهتمامنا، إنما أردته لأمر آخر. Thank you.
إلى متى؟ إلى متى يا معن هذا التضعف الذي لا ينتهي دون غاية تدركها أو منزل تسكنه؟ كم أغبطكم على أمنكم، أما أنا فسفك دمي تتبعه الجوائز والنفوس الغاضبة. لما ذهبت واردات الخراج أحيانا وترتفع أحيانا أخرى ربيع؟ فيما يأمر مولاي. مرهم أن يبنوا ديوانا خاصا للخراج يشرف على بقية الدواوين، على أن يكون قريبا من قصري كي أتمكن من مراقبته عن كثب. أمرك مطاع، سنقوم بتنفيذ ما أمرت به يا أمير المؤمنين. ما حال الجيش يا ابن مرار؟ هل ترى فرقا بين جيشنا العباسي وجيش الأمويين المندحر إلا لباس السواد؟ فيما يأمر مولاي. أفكر في بناء جيش أكثر نظاما ودقة وأحكاما وإرادة وحزما وإدارة. اسمع يا ابن مرار، أريد أن تضع شروطا للالتحاق والانتساب لهذا الجيش، وكذلك شروطا للتسريح. أريد رتبا للأفراد وكذلك رتبا للقادة، على أن يقسم هذا الجيش إلى مجموعة من الفرق، كل فرقة تنقسم بدورها إلى مجموعات محددة، كل مجموعة تضم في جنوبتها المقاتلين والمسعفين والإمداد، ويصنف هذا الجيش بناء على طبيعة المهمات، الفرسان والرماة والدبابيون والكهبانية والعيون وغيرهم. وأريد أن أرى جيشا آخر إلى جانب جيشنا الأساسي، عدا عن الأتباع والمرابطون على الثغور، كما أريد أن نبتني عقيدة لهذا الجيش تقوم على الثغور إذا غزوتم، فأطيلوا الأظافر وقصروا الشعور، ولاحظوا الناس وكلموهم رمزا واطعنوهم وخزا. أمر مولاي. ما قلته عن جيشنا في البر أريده أن ينطبق على جيشنا في البحر. غيروا شكل بناء السفن يا ابن مرار، واستعينوا على قيادتها برتب ومهمات جديدة. استعينوا بهذا على خبرة أهل الروم، فهم أقدر وأقدم منا بذلك. أريد أن أرى المنجنيقات على ظهر تلك السفن، أريد أن أرى الكلاليب والتوابيت واللجامة وغيرها. أريد جيشا عباسيا صرفا. أمر مولاي، سأعمل على تنفيذ ذلك. اعمل على ذلك يا ابن مرار. هل خرج أحد في استقبال ضيفنا نائب الملك يا ربيع؟ ذهب إليه بعض الأمراء لملاقاته. مولاي، منذ الصباح الباكر يقف بباب القصر رجل متسخ الثياب، حاد الطباع، صليط اللسان، يصر على مقابلتك، وقد قام الحرس بإبعاده، لكنه أظهر لهم سهما مكسورا وعليه أثار الدماء، وقال لهم قال لهم لولاه لما كنت خفيفا. لا تشغل بالك يا مولاي، ربما كان مجنونا أو مخبولا، سأقوم بصرفه في الحال. دعه يدخل في الحال يا ربيع. أمرك يا مولاي.
السلام على أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت هو؟ هو أنت. منذ شاهدتك في موكبك العظيم وأنا أحدث نفسي بأني أعرف هذا الرجل. كيف أصبحت خليفة؟ كيف أصبحت خليفة؟ تأدب يا هذا، تأدب. من تكون يا رجل؟ كيف تخاطب أمير المؤمنين على هذا النحو؟ قل له يا عبد الله، قل له من أكون. أيأذن لي أمير المؤمنين أن أطلع عنقه؟ انتظر يا عثمان. ما بالكم يا قوم؟ ما بالكم؟ أخبرهم يا عبد الله من أكون، أخبرهم. ألا تسهل علينا الأمر يا عبد الله؟ هل تعتقد أنني جئتك طالبا ثمنا لمعروفي؟ لا والله، فقد شاهدت بأم عينيك ما أملك من إبل وأغنام. يا رجل، بيدي هذه حفرت قبرك وكنت أحسبك ميتا لولا تلك الشهقة التي أعادتك للحياة. يا عبد الله، ألا تذكرني؟ اكشف لي عن صدرك. تأدب يا هذا. اسمع يا عثمان، لماذا تريد أن أكشف عن صدري؟ حتى أريك من أين أخرجت هذا. لا تتحرك الآن، فجرحك عميق، فلولا لطف الله لاخترق السهم قلبك. سام، من رماك به؟ قاطع طريق. اسمي فلاح. فلاح يا ربيع. مولاي، خذ صديقي فلاح هذا وأدخله إلى قصري وأجعله يقيم فيه لمدة 3 أيام معززا مكرما. سننفذ ما طلبت يا أمير المؤمنين. الحال اذهب. السلام على أمير المؤمنين. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبره إننا سعداء أيضا بهذه الزيارة. أمر. يا رأيك، لما لا ترافقه إلى جناحي في القصر فيستريح قليلا ثم نعاود مباحثتنا في المساء؟ أمر مولاي. افهم معي، تفضلوا أيها السادة. يقول يا مولاي، حدث في بلاده أن رجالا مروا على رجل كان يصلي فامتدحوا عبادته وصلاته، فقال لهم الرجل: وكذلك أنا صائم أيضا. العشاء جاهز يا مولاي. حسنا،
إني أدعوه إلى العشاء. بفاري كل من يفد إلينا من قبلهم. ابعدوا هذا الزنديق من هنا، هيا فرقوهم يا رب القصر.